السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كي دايرين مع شي صهد عشي هنايا؟ المود ديال الصهد، الحراره، النيت. هذا الفيديو غادي نشارك معكم منتجات خديتهم من البارافارماسي، وكاين شي منتجات خديتهم من مول المكياج مهم عجبوني، خديتهم غير شي شهرين هادي ولا 3 شهور. نتمنى البنات يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تشوفوا الفيديو كامل. اول حاجه البنات، غنشارك معكم هذه الجلابه اللي خديت الثوب ديالها عند السي محمد في الفيديو اللي قبل ديال التواب، غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف لتحت. المهم هذه هي الجلابه البنات، من بعد ما تخيطات خيطتها سامبل غير عقاد هكا حتى لهنايا، وانا اللي درت ليها هاد العقيقات، مازال ما كملتها، غندير لها العقيقات هنايا في اليدين، غير قلت نوريها لكم ما بعدا من قبل. غندير ليها نفس العقيقات هنايا في اليدين، صراحه عجبتني الفصاله ديالها، ما كيعجبونيش الجلال بيكونوا مزيرين بزاف وواسعين بزاف، المهم هادي ارتحيت فيها زوينه. وحتى هذا ندير لها العقيقات هنايا في الكتاف وفي اليدين، نقرب لكم البنات باش تشوفوا هنايا الزواقه كيفاش درت ليها، وقولوا لي واش عجباتكم الجلابه، خليوا لي لي كومونتير ديالكم وخليوا لي لي لايك، قولوا لي كيفاش جاتكم. صراحه اللون ديالها زوين، اللون ديال الصيف. هادو هما المنتجات البنات اللي بغيت نشارك معاكم. المهم اول حاجه غادي نبدا بها هي هاد الجل نيتوايون ديال فيشي، الصراحه زوين، انا عجبني. المهم قربت نكملو، استخدمتو غير شي شهر دابا، صراحة زوين، النتيجة ديالو زوينة، ما كيخليش البشرة ناشفة، فاش كتغسلي به ما كيخلي لكش دوك القشور، كتحسي بالبشرة ديالك رطبة وزوينة، صراحة انا عجبني. هو بوغ لا بو غراس اي سونسيبل، يعني البشرة الدهنية والحساسة، حتى البشرة الحساسة غادي تستعملو، انا بالنسبة لي عندي بشرة دهنية. والثمن ديالو 126 درهم. نبدا لكم البنات بالبشره هي الاولى، داكشي اللي كنستعمل البشره، المهم هاد ليكرون هذا لا روش بوزي حتى هو زوين، عجبني بزاف، باش عجبني البنات ما كيخليلكش البشره مزيته، ما كنحملش انا ليكرون اللي كيخلي البشره مزيته، حيت اصلا عندي البشره دهنيه وما كتعجبنيش تبقى مزيته، هذا كيخلي لك البشره بحال قلتي مات، ما كيخليهاش، ما كيخليش دوك الزيوت فيها، مكتوبه فيه فعاليه ضد لمعان البشره، يعني البشره ديالك ما كتبقاش كتبري هكا داكشي اللي كيكون في البشره الدهنيه. ملمس جاف في الاستعمال ديالو، كتحسي بالبشره ديالك جافه، ما كتحسيش فيها باللي فيها دوك الزيوت، وبدون اثار بيضاء، صراحه داكشي اللي كتبين هنايا اللي كاين في الواقع، ما كيخليش داكشي لوجهك بيض، فاش كتستعمليه ما كيكونش وجهك بيض، وما فيهش العطر، بدون عطر ما فيه حتى ريحه، صراحه زوين انا عجبني. ومن بين المميزات ديالو انه مقاوم للماء وصالح حتى للبشره الحساسه، والثمن ديالو البنات 149. انا بعدا وفقني وعجبني بزاف، جمع البشرة ديالي، صراحة زوين، خذوه وعينيكم مغمضين. بالنسبة لثالث حاجة، هاد لاكخيم إيدغاتون ديال الغاسين فيتا، هي مكونة من الأرغان والجوجوبا، صراحة ما عجبتنيش بزاف، هي كتإيدغاتي البشرة ديالنا، ولكن كنديرو لوجهي كنحس بحال البشرة ديالي كتاكلني، كنبغي نحك وجهي، صراحة ما عجبنيش بزاف، خليته غير اليدين هكا ولا الجسم. هو مكتوبه فيه بوغ تو تيب دو بو، يعني جميع انواع البشره، انا بالنسبه ليا ما جاش معايا، ما عجبنيش. الثمن ديالو 49 درهم.
رابح حاجه البنات هاد الكريم هادي ديال اليدين وديال الرجلين، كريم غليسيرين صراحه زوين، غليسولد كاين حتى هذيك كتكون مدوره سميتها غليسوليد حتى هي زوينه بحالها هادي تقريبا نفس الشكل ديالها، زوينه البنات صراحه كترطب مزيان، كنستعملها انا لليدين وحتى رجلين هكا منين كتساليو من الشقه اولا كتخرجوا هكا من الدوش اولا كديروا شي وصفه وكتغسلوها كديروا هاد الكريم هادي صراحه زوينه بزاف، غير شريوها حتى هي وعينيكم مغمضين. كنعتذر البنات تليفوني كيدوز الفيديو ولكن الصوت ما دايش ما عرفت مالو، اول مره كيوقع ليا هكا حتى جيت ندير المونتاج عاد لقيت الفيديو وسابق الصوت. هادي خلاص البنات غنيه عن التعريف، تقريبا البنات كاملين كتعجبهم هاد ديودورون ديال دوف ديال الخيار، ريحه ديالها خفيفه وزوينه كنديرها فوق من الحوايج زوينه بزاف ريحتها منعشه. الريحه ديال النقل نيت الحاجه اللي موراها هادي ديال دوف حتى هي ديال الرمان زوينه حتى هي ريحتها زوينه، غير خدوها عجبتني صراحه. وهادي لاسبيرولين مكمل غذائي مكون من واحد الطحالب كيكونوا في البحر، تهم مفيدين بزاف للشعر للبشره والضفار وحتى للجسم، وزوينه البنات حتى لفقر الدم. انا خديتها حيت ما كتكونش عندي شهيه، هي كتفتح الشهيه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يضعفوا كيشربوها قبل الماكله بنص ساعه، والناس اللي بغاو يزيدوا شي شويه هكا في الوزن اولا تفتح لهم الشهيه حتى كيكملوا الماكله من مورا نص ساعه هكا من مورا كل وجبه. انا كنشرب وحده من مورا كل وجبه، كاين اللي كيشرب سته بالنسبه للناس اللي كيديروا الرياضه. زوينه وكتعطيك الطاقه النهار كامل، كتكون هكا هي لونها خضر واخا ريحتها شي شويه خايبه ولكن ماشي مشكل، مهم انها مفيده. قربت انا نكمل هذه كامله، قليا غير شويه صراحه عجبتني. والحاجه اللي موراها هذا السبراي هذا حتى هو زوين، فيه ريحه خفيفه عجبتني الريحه ديالو. وبالنسبه للمكياج البنات هذا ليبستيك خديته من شركه ديال فيرونا، فيه الالوان بزاف، خديت انا اللون احمر، فيه الموف، فيه القهوي هكا، فيه الحمر، فيه الغوز، هذا هو اللون ديالو، انا خديت الحمر غنوريكم اللون ديالو كيفاش كيجي، لونو كيجي هكا. وهذا الكونسيلر ديال ماك حتى هو زوين، التغطيه ديالو زوينه كيغطي لك الهالات السوداء وكيبقى مفيكسي مده طويله. وهادو ما عرفتش كيعجبوكم حتى نتوما ولا غير انا بوحدي، كيعجبوني صراحه كيعجبني كنشم فيهم بحال الريحه ديال لي بيبي، كنمسح بهم هكا عنقي ولا يديا ولا كتعجبني ريحتهم. ودابا البنات غندير لكم جوله في ديك البارا اللي حدانا، الصراحه احسن حاجه داروها هي حلو حدانا، قربوا لينا كلشي، اي حاجه كتبغيها كتلقيها هنايا، فيها لي جيل نيتوايو لي شامبو كما كتشوفوا البنات. انا كنت خديت هذا الخضر بالنسبه للقشره كيحيد القشره اللي في الشعر وكينقي الشعر، صراحه زوينه البنات غير خذوه بالنسبه للبنات اللي عندهم القشره في الشعر او اللي عندهم حتى الشعر دهني، صراحه زوين بزاف. هذا جيل نيتويون ديال بيوديرما ديال البشره الحساسه، خديت انا من عندهم فيشي الخضر صراحه هو زوين، وحتى ديال لاغوش بوزي حتى هو كيقولوا عليه كيعاودوا عليه زوين. صراحه انا معمرني جربته معمرني خديته، خديت ديال ايفغوشي داك الكبير الزرق، كاين ديال البشره الدهنيه وكاين ديال البشره المختلطه، زوين حتى هو الصراحه داك ديال ايفغوشي كيبقى لك مده طويله وتينقي مزيان البشره. ها هو الغسول ديال لاغوش بوزي البنات، حتى هو كيبقى مده طويله. وهنايا عندنا ليكرون ديال لاغوش بوزي حتى هو خديته، الصراحه زوين البنات غير خدوه بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره الحساسه او اللي عندهم البشره الدهنيه. وهنايا كاينين لي كريم ولي ديودورون ولي ماسك ديال الطين، هذا اللي خديته البنات زوين صراحه، لا مارك فيشي غنيه عن التعريف البنات زوينه كاع لي برودوي ديالها زوينين.
هذا جيل نيتويون ديال لابو غراس اسونسيبل حتى هو ديال لاغوش بوزي والثمن ديالو 133. وهاد البلاصة البنات كما كتشوفوا خاصة بلي بيبي، فيها كاع الحوايج اللي خاصة بهم بحال لي كريم لي شامبوان لي جيل دوش كلشي. وهنايا كاينين الزيوت، جميع الزيوت اي حاجة بغيتيها كاينين، هادو اللي في القريعات الصغار وهادو في الكبار، زوينين صراحة. واحسن حاجة البنات بلي قربوا لينا حلو حدانا، كنقطعو كنمشيو غير هكا كنخرجو من الزنقة وكنقطعو واحد الشانطي وكنلقاو البارا حدانا. من شحال هادي كنت كنهبط حتى للسونتر باش نتقطع. نتمنى يعجبكم البنات الفيديو، نتمنى يعجبكم دوك المنتجات اللي شاركت معاكم وهذه الجوله اللي شاركت معاكم. وباش ما نطولش عليكم البنات في الهضره غادي نخليكم مع الفيديو. هنايا الماكياج كاينين صبايغ كاينين لي غوج اليف لي باليت، المهم اي حاجه بغيتيها. بالنسبه للبنات اللي بغاو البلاصه فين كاينه البارا، راها كاينه في الشارع ديال القراويه مقابله مع واحد مول الحانوت وواحد المكتبه تماك، راها باينه جات على الشارع. هاد البلاصه فيها لي كريم هكا ديال اليدين وديال الرجلين وغوماج، هادوك اللي كيكونوا واجدين كيعجبوني الصراحه، ساهلين بلا ما تقصي تخلطي في الدار في الوصفات، كتهزي الكوماج وكديريه نيشان على وجهك. وبالنسبه الا كنتي مسافره هكا كتديه معاك وكتستعمليه بلا ما تديري الوصفات. هذا سبراي ديال الجسم، خديت انا واحد بالموف ريحته خفيفه وزوينه، وكاين حتى الكريم ديال الجسم ديالو نيت. وهنايا كاينين حتى لي جيل دوش ولي ديودورون كما كتشوفوا البنات. وهادو صبايغ ديال الشعر عجبني، واحد اللون تماك مفتوح قهوي مفتوح كيحمقني داك اللون البنات. كاين حتى فيتامين او اللي بغيت نقول لكم البنات راه زوين بزاف، كتزيدوه هكا في شي وصفه طبيعيه الا درتوه الا درتوها اولا في الشامبوان ديالكم، حتى هو مفيد بزاف للبشره وحتى للشعر. وهاد لي كخون حتى هو سان سكين، قالت لي ماما هزيه ووريه للبنات شاركيه معاهم كانت كتستعملو، هي عندها البشره حساسه ووافقها وكيعجبها، ايوا قالت لي شاركيه مع البنات. وهنايا كاينين المكملات الغذائيه، هذه كلاسبيرون اللي شاركت معاكم، وخميره الشعير حتى هي زوينه كنت كنستخدمها من شحال هذه، حتى هي زوينه لا للشعر لا للظفار وكتزيد شي شويه في الوزن، غير هي كتبغي تبعيها مده طويله. وفاش تشربوها خاصكم تاكلوا معاها مزيان، حيت راه البنات الماكله هي اللي مهمه لا بالنسبه للشعر ولا للظفار ولا للبشره وحتى الماء. البنات بقاو تشربوا الماء بزاف، حيت البنات الا بغيتوا تعالجوا شي حاجه في بشرتكم اولا شعركم اولا الجسم ديالكم، راه خاصكم تعالجوا المشكل من الداخل عاد من برا البنات، حيت دوك الوصفات مكملين. خاصكم تاكلوا مزيان الفيتامينات بحال هكا وتشربوا الماء مزيان، وغادي تشوفوا نتيجه زوينه لا للبشره لا للشعر لا للجسم كامل.
شكرا لكم البنات، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ويعجبكم المنتجات اللي شاركت معاكم والجولة اللي شاركت معاكم، ونتلقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.